يقوم الآن الطاقم الطب بمتابعة الأمر لوجود الغبار كثيف. الآن يختنقون من هذه الغازات التي تنبعث من القذيفة التي أطلقت على مبنى التخصصات. إذن الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات، يتم إجلاء المرضى الذين تم إجلاءهم أصلا من عناية العناية المركزة إلى مكان الممرات. الآن الأمر صعب ومعقد للغاية، يتم إجلاء المرضى الآن من داخل القسم لوجود غبار ودخان كثيف يسبب اختناق المصابين. خالد يتم إجلاء المرضى بصعوبة بالغة، غبار كثيف المكان.